لكم تنسون تنسون احنا هنا الموت ازدحام ما يخوف حاضركم يبلغ غايبكم منجوز 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 حجي حجي منجوز قتلونه قتلونه منجوز عرضنا من جديد تعود إلى الواجهة قضية الجادرية، لكن هذه المرة الخلاف والصراع على عائدية منزل قيد الإنشاء. يضربون يضربون بالإشياش، جبنا الشرطة حتى نتفاهم وياهم أنهم ماكو بناء لحين ما تطلع هاي المرية عدها 50 متر، هاي عدها 100 متر، أرملة خطية كلهم قاعينهم رايحة زين، ذولا جايين كل واحد ده يبني بكيفه. البناء كله متوقف لأن الأرض عليها تحقيق ترجع حقوق الناس، وبعدين هذول اللي مشترين شو شلون يسوون لهم فتح حل زين. جينا كل مرة يجون ده يبنون. الشرطة حضرت إلى الموقع وتدخلت على الفور لتفض الشجار وتنذر الطرفين بعدم اللجوء إلى العنف لحل النزاع. ثم مسويها مجاميع، ناس تصور زين وناس تضرب، أي احترام ما خلوا زين. أنا شدري إني أتفرج عليه. وتعيش المنطقة حالة من القلق بعد تكرار الخلافات والشجار. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد.